C'est bon, hein? Les photos cadres? Dans le cadre? اليوم كان عندنا حفل ديال لا كلوتور ديال لو هاكاثون سمارت بورت تشالنج 2024 تزامنا مع جيتكس افريكا ماروكو 2024. هاد الحفل هذا هو تتويج لاكثر من 16 شهور ديال العمل ديالنا مع الوكاله الوطنيه للموانئ ولونيفرسيتي محمد السيس بوليتكنيك من خلال هاد التشالنج هذا اللي كان فيه واحد السلسله ديال لي تيماتيك منها لا بيرفورمانس بورتيير لا سيكوريتي ولا سيكوريتي ولونفيرونمون لا دورابيليتي. تلقينا مئات ديال المشاريع من مختلف دول العالم، اكثر من 290 مشروع ولا ايدي ولا فكره ولا ابتكار، وقمنا بالاختيار ديال ثلاثه ديال الفائزين من خلال واحد البروسيس اللي درناه مع لونيفرسيتي محمد السيس، من خلال واحد البوت كامب اللي درناه اللي دوزنا اكثر من 12 ستارت اب اللي قدموا لنا الافكار ديالهم وحاولنا نابليكيهم على لي بوزوان ولا الحاجيات ديال الموانئ المغربيه. ومن خلال هاد 12 بروجي اختارينا ثلاثه اللي بان لنا هما عندهم واحد القيمه مضافه كبيره للموانئ المغربيه. واليوم تنتوجوا هاد ثلاثه ديال لي ستارت اب اللي ماشي هي ورونا هاد المشاريع ديالها، مي حاولنا نابليكيوهم في الميدان ديال في الموانئ المغربيه، ميناء ديال الجرف، ميناء ديال الاسفي، وكذلك الميناء ديال الدار البيضاء. وتنحاولوا نشتغلوا معاهم باش نكملوا العمل ديالنا، باش هاد لي زيدي يكونوا نطبقوهم على ارض الميدان، وهاد الموانئ تستافد من هاد القيمه المضافه ديال هاد المشاريع اللي تستعملوا تقنيات جديده منهم الذكاء الاصطناعي. وتنحاولوا باش نخدموا مع كاع لا كوميونيتي بورتيير، من الخبراء، من الشركات، من جميع الفاعلين في الميناء، باش نمشيو لهاد التكنولوجيات اللي يعطونا واحد القيمه مضافه كبيره في الموانئ المغربيه. جنسيات مختلفه، كاين وفيت واحد شركه مغربيه ستارت اب ماروكان اللي ديجا خدامه مع لونيفرسيتي محمد السيس، واللي عندها واحد لا سوليسيون ديال لا سيكوريتي، واللي الميناء ديال اسفي قام بالتجريب ديالها في الميناء. كاينه واحد الشركه فنلنديه اللي تتقوم تتعمل على لا بيرفورمانس ديال السفن، يعني ديال هذا. وكانت واحد الشركه اسبانيه اللي تتقوم تتخدم على لا بارتي انفيرونمون في الموانئ المغربيه.